إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم هنا من مدينة الناظور. طبعا احنا مع مواطن مغربي كان عايش في بلجيكا في أوروبا واحد المدة طويلة، تما عايش هو تما، ولما رجع لما رجع المغرب يعني خوته عائلته جراو عليه من داره، وطبعا هو كما كيقول راح وارث حتى هو في الدار، وجراو عليه واعتبروه حمق، وكيقول يعني وكيتهموه بالقتل بانه راه غادي يقتلهم وهذاك الشيء. وحنا غادي نقربكم اكثر من القصه ديال هذا المواطن هذا اللي كان عايش على برا في بلجيك ورجع لبلاده. مرحبا بك على قناه شوف تيفي، انت الان على المباشر، شنو كتبغي تقول لخوتك المغاربه واللي كيشاهدوك الان على قناه شوف تيفي؟ تفضل، كيفاش كان المشكل ديالك؟ بدا المشكل ديالك شحال هادي ملي جيتي من بلجيك؟ 2016 10. نعم 2016 10. 2016 10. احكي لينا المشكل ديالك. المشكل ديالي مشكل كبير اخويا. عاود 2001 انا في بلجيكا المشاكل، كان عندي رزقي هنايا ديتو تما، انا كنت خدام تما ضايع كلشي تما. المهم في بلجيكا بقيت تما في بلجيكا، في غنمشي نخدم هاد العائله كيتبعوني، كيتبعوني يسمع المشاكل، كيعملوا لي المشاكل. كندخل الحبس انا ما كندير والو، انا عندي الصنعه خدام كباس تما، كنزلج هاداك فين ما مشيت. نقول لكم اكثر 153 واحد موطع فين غادي نسكن، فين غادي نخدم، كيتبعوني كيعملوا لي المشاكل. 2016 عملت باسابورتي باش نتزوج، باش نتزوج تما، نعمل الوراق تما. خويا القدوري محمد سميت الله، سميت الله هذا عائلتي. اه خويا عملت باسابورتي أنتويربان بورغراوات هوبوكن باش عملت القنصلية هوبوكن، إذا عطاوني باسابورتي باش نتزوج تما. خليت هذاك خديتو مشيت عند خويا، خليت عنده باسابورتي، كنهضر معاه في التليفون سيمانة سيمانة، كنهضر معاه في التليفون. لقيت المهم هذاك الشيء باش كيهضر معايا ماشي هو هذاك الهضرة ديالو. مشيت عنده قلت له جيبني الباسبور ديالي، مشيت لعندو خديت الباسبور. قال لي والله ما تعيش هنايا. قال والله ما تعيش. قلت له علاش؟ قال لي غتروح للمغرب انت. خديت الباسبور ديالي قلت اللي بغيتي. ثلاث ايام جاو عندي البوليس قلبوني، لقاو عندي باسبور، انا صافي داوني للسجن. ضربت فيه 4 شهور و 10 ايام، جابوني البوليس لكازا 2016 شهر 10 نهار واحد كنت في المطار. صافي بقيت تما. المهم نهار 6 دخلت مشيت لدار الوالدين، كيما مشيت لدار الوالدين ريحت هيدا غيطيحو عليا عاود السيستم تاع بلجيكا. اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا 2017 شي كيمشي للمخزن ديك العربيه كنعمل المشاكل، انا ما كنعملش المشاكل، كيديروا عليا مخدرات، انا ما كنكميش مخدرات تاع الاول. المهم كيقول له هذا المهم بغى يقتلنا، بغى يقتلنا هذا، المهم بغى يقتلنا. المهم اليوم وغدا اليوم وغدا اجيو عندي. المهم دارك للدار، جاو عندي دارك للدار ما لقاونيش في الدار، لقاوني على برا. انا ثلاث ايام ما مشيتش للدار. علاش؟ قبل هذا جابوا الناس بالليل، مع 10 الليل جابوا شي 10 الناس، هذا هربت انا، هجموني على الدار الباب، انا اذا هربت هلسوا هذاك الباب فين كنت ناعس، انا هربت. دا صافي ثلاث ايام جاو عندي الدراك، جاو عندي الدراك قال لي مالك؟ قلت لي مالي والو، انا ثلاث ايام انا ناعس برا، ما ناعس في الدار. الساعه اللي قال لي يلا تمشي للدار، قلت له علاش جيتو لعندي؟ قال لي شنو كاين شنو كاين؟ انت كتستعمل مخدرات؟ قلت له والله ما كنستعملش مخدرات، ما كنكميش انا مخدرات، ما كنستعمل لا مخدرات لا والو. صافي مشيت معاهم للدار، لقيت هذاك الباب اذا مهرس صافي كنعس. عندي تما التينيفو، عندي شي فلوس تما، الحوايج ديالي باسابورتي بيرمي صافي. المهم داري قلت له غنصور هذا الشيء، ناخذ التينيفو نصور. قال لي لا والو، من وقت تصور هذا الشيء. صافي مشيت معاهم
تما ضرب 6 شهور في السجن ديال الحبس. وعلاش؟ علاش؟ اتهموني كيقول لي كيقول له هذا كياخذ الشفره، الشفره راه إذا كيبغي يقتلنا، بغى يقتلنا. أنا والله أقسم بالله العظيم عمري هزيت شي عند شي واحد شي شفره ولا شي حاجه ولا كميتي مخدرات. الدارك هذيك الساعه قلت له الله يرحم والديك، انتما حنا في المغرب عند اطباء اللي كان كمي شي مخدرات ولا شي حاجه انا غادي نمشي فيا اخرى غادي نمشي للطبيب. علاش غاد التهمه هذه؟ رزقي هنايا الوالد مريض ما كيشوفش، ما كيشوف ما والو، كيبكي كيقول له المشاكل. اذا شحال انت عايش في بلجيك؟ شحال هذه؟ 15 عام. 15 عام. 15 عام كان عندي رزقي هنا في المغرب، ديتو تما مشى كلشي. 15 عام تخدم كرفيس حباسات، انا عندي الشكايات درتو تما، عملت الشكايات من تما من قنصلية اوبوكن. وصلت هنايا، ملي وصلت هنايا مشيت قلبت على الشكايه ما لقيتهاش. قال لي سعادة الوكيل الملك، قال لي مشي دير واحدة أخرى. مشيت درتها والو، شعت مورا والو، وما كاين لا شكايه لا والو. كنقول له علاش؟ كيقول لي ما عندناش فيه لما نصيفطو والو، باقي الشيء الدوبل الشكايات عندي في الدار. مشيت للمحكمة خديتها أخرى. المهم دابا حاليا دابا 2016 بغيت نزور الوالد ديالي والو، غادي نمشي للدار يقول له هذاك يبغى يقتلنا كنمشي للسجن. ما عايش برا، مره كنخدم جورنال مره ما كنخدمش، مره كل مره فين مسيب. هذه دابا 2018 بغيت نزور غير الوالد ديالي، ما نقدرش نزوره والله الا عشت انا مشترش. يعني لا لا لا، شنو كتقول لخوتك المغاربه اللي كيشاهدوك الان على المباشر على قناه شوف تيفي، او ربما حتى خوتك او عائلتك يكونوا كيشاهدوك الان على المباشر على قناه شوف تيفي، شنو كتبغي تقول لهم الان وانت على المباشر؟ شنو كتبغي تقول لخوتك وعائلتك؟ الله يجزيهم بخير. المهم اللي بغى يدير شي حاجه الخير يديرها، باش ما كان اذا يهضر. المهم غير الدعوه ولا شي حاجه، هادشي اللي غنقول. اخوتك وعائلتك شنو كتبغي تقول لهم انت الان على المباشر على قناه شوف تيفي؟ العائله ديالي اخواتي رزقوني في الحياه ديالي، اخويا رزقوني في الحياه ديالي. كرفست كرفست بالله، وقسم بالله النصارى انا كنت مع سياره، اذا ما هربت كاع كنمشي للجامع، كنمشي للجامع الطرك ما كنمشيش. علاش؟ قواو قواو بزاف، 153 موطع في غير نمشي نعس. اذا تبعوني حتى السوسيال كيعملوا يا خويا باش السوسيال غترميني. علاش؟ كنت مع السوسيال كنعس مع السوسيال، كتمكن السوسيال كلشي السوسيال والو. تبعوني حتى تما العائله، ما عنديش العائله، انا ما هضرش العائله، ما نسلمش عليه في الدنيا والاخره ان شاء الله يا ربي. هذا ولي في الحياه ديالي ورزقي. هذا انا الوالد ديالي حرموني على الوالد ديالي. هذا إذا كما كتشوفوا المعاناة ديال هذا المواطن، هذا متتبعات متتبعين قناة شوف تيفي هنا من مدينة الناظور، يعني مواطن كان عايش، مواطن مغربي كان عايش المدة ديال 15 عام في بلجيك في أوروبا في المهجر، ولما رجع في 2016 يعني لا 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 رجع في 2016 مشى عند دار ديال والديه وخوتو، جراو عليه وجابوا ليه جابوا ليه الامن، واتهموه بانه راه كيكمي المخدرات، كيستعمل المخدرات، واتهموه بانه راه بانه راه كيشكل عليهم خطر وغادي يقتلهم، بانهم راه حمق وعده اشياء. هذا الشيء اللي كيقول طبعا هذا المواطن هذا. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كرساله اخيره، رساله اخيره اخويا، شنو كتبغي تقول لخوتك المغاربه ولعائلتك وخوتك ربما الان يكونوا كيشاهدوك على المباشر على قناه شوف تيفي؟ تفضل اخويا. اخويا الناس اللي غايشوف هذا الفيديو كنقول لهم الله يجزيكم بخير، دعوا معنا غير بشي دعاء مزيان. الله يرحم والديك، هذا الشيء اللي غنقول لهم. انا هذا الشيء الفيديو، هذا الفيديو اللي كنعمل دابا حاليا عملته 2015 بلجيكا انتويربان بورغراوت سينتيس بلان 2015 شهر 5 عملته، جاو الناس مؤمنين مسلمين، جاو هيدا قال لي غنعاونوك نزوجوك نبرك الدار نبرك كلشي الفلوس كلشي. قال لي صافي ريح مع راسك حنا نبرو عليك. هيدا جا ولد اختي، جا ولد اختي سرقني هذا، خلص عليا الفلوس، كاين واحد كيريح معايا، سرقني هذاك التليفون صافي مشى هذاك الشيء. زيد تعال كمل.
المهم هذاك الشيء دابا صافي راه انا كنطالب الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو كنقول الله يجزيكم بخير الله يرحم الوالدين دعوا معنا غير بشي دعاء مزيانه السلام عليكم. الان متتبعات متتبعي قناه شوف تي في حنا المباشر هنا من مدينه الناظور ديال مواطن مغربي كان عايش في المده ديال 15 عام في بلجيك طبعا ولما رجع للمغرب عند عائلته يعني جروا عليه من دارو من دار الورثه دار ديال والديه يعني كيتهموه كما كيقول هو كيتهموه يعني كيستعمل المخدرات وكيتهموا بانه راه حماق وكيهددهم بالقتل هذا الشيء اللي قال هذا المواطن هذا. حنا نتمنوا الخير ان شاء الله ونتمنوا من عائلته كيكونوا كيشوفوا هذا الفيديو هذا ويراجعوا نفوسهم وترجع لداركم ان شاء الله هذا الشيء اللي كنتمنوا. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في الى اللقاء في لقاء مباشر اخر.